معالي الوزير، هذه المرة في وعود انه الكوتا رح تمرق وانه اي اصلاح انتخابي رح يكون في كوتا بالمقاعد. صحيح. مش فقط بالترشيح. برايك انه اذا التزم الرئيس الحريري بيقدر يلزم باقي الاطراف بوضع مثل لبنان؟ يعني بتعتقد الكوتا رح تمر بوعد من الرئيس الحريري؟ هلا بداية اليوم الحكومة ملزمة بادراج الكوتا لانه موجود بالبيان الوزاري. لانه مبين الوزاري وقت ناقشنا مساله القانون الانتخاب في بعض القوى السياسيه قالوا خلينا نكتفي بالكوتا بالترشح. الرئيس الحريري وقتها وايضا بس عفوا بالبيان الوزاري منا مبهمه؟ لا لا واضحه الكوتا. بعرف بس منا مبهمه اذا بالترشح او بالمقاعد. بالمقاعد. بالبيان الوزاري حاطين انه كوتا بالمقاعد. بالمقاعد ولكن أوكي. مش محدد النسبه. اوكي ما في نسبه. ما في نسبه مش محدده قد ايه، بس وارد الكوتا. وكمان لنحكي كما ايضا نعطي حقه للرئيس بري، الرئيس بري كمان هذا الموضوع موافق عليه ومصر عليه. هلا نحن اللي عم نقوله انه اي قانون ايا كان شكل القانون، كان بالاكثري، كان بالنسبه، كان بالمختلط، كان بالفردي، دائره صغيره، مفروض يكون في كوتا عبر تخصيص مقاعد موزعه على كل المناطق وموزعة على كل الطوائف، على كل الطوائف والمذاهب بشكل يصير فيه توازن. وإلا الاكتفاء بالترشح بيكون موضوع منه بشطبوة مثلا. بشطبوة. نفس الشيء. وأنا هون بأيدها لست منى 100%. هذا الموضوع بده شغل بالأحزاب، لأنه اليوم واضح القوى السياسية الأحزاب هن الأكثرية وهن أصحاب القرار باللوائح الانتخابية، وفي مناطق كتير قليلة ممكن للمستقلين يكون لهم دور هيدا إذا بقينا على النظام الأكثر والدائرة الصغيرة. بس they want to look good. وجود المرأة بخليهم ومثل ما شايف أنه عم بيقدموا نساء الأحزاب طبعًا. اليوم لأنه بتفرجيهم بمظهر حضاري. هيدا تأكيدا على حديثك ست بولا، أنا اللي عملته بوزارة الدولة لشؤون المرأة بالشهرين ونص، كل اللي اشتغلته لتصير وزاره دائمه مستمره سستينبل بيرمننت، وقت اللي انا اسست هالوزاره وموازنتها موجوده، الكوادر موجودين، كل شيء موجود فيها مثل وزاره عمرها عشرات السنوات، وبلشت بمشاريع مع الانترناشونال دونرز وبلشنا بتطبيق هذه المشاريع على الارض، وصار في اذا بدك تقولي نوع من اظهار صوره لبنان للمجتمع الدولي لكل هالجهات المانحه الكبيره انه والله لبنان اليوم عنده مظهر رقي بشؤون المرأة، ما بقى فيها أي حكومة بدها تجي تلغي هذا الدور، وبالتالي باتت هذه الوزارة شأنها. بس ما فيهم يطعنوا إنه غير قانوني؟ ما بقى سمعتها هيدي إنه وضع غير قانوني؟ هذا الموضوع أنا عملتها يو إن بروجرام مثل وزارة التنمية الإدارية، ما وزارة صحيح. التنمية الإدارية مكتب وزير لشؤون التنمية الإدارية، وأنا قعدت 3 سنين ونص بهذيك الوزارة، والوزارة كبرناها وصارت وزارة فعلية وفيها أكثر من 120 130 وزارة. هيدا اتس يور بيبي وهيدا إنجازها. اتس ماي بيبي. ما بتخاف إنه بعدين يجي ينطعن؟ في مشاريع موجودة، في مشاريع موجودة، شو بيعملوا فيها؟ وفي صورة لبنان، يعني اي حكومه بدها تجي بدها تلغي هالوزاره، شوفي اي مسج عم تعطيه للخارج. بس بتعرف شو صوره لبنان بالمشاركه جيب. السياسيه؟ في اسوأ منها يمن، عمان، قطر، بليز. معك حق. اليوم من اصل نحن بالمرتبه باخر 10 مراتب بالعالم. انا قريت 143. عفوا بليز احسن منا، بس لما اكون مغلطه في دوله ماني سامعه فيها اسمها فينوتو او شيء، بس نحن قبل الاخراني قبل الاخيره نحن البلد مشان هيك يعني في يمن وعمان طلع شفت القرار شفت قبل الاخير بالتمثيل النسائي السياسي البلد قبل الاخير. عندنا ضروره وبتمنى كل الاحزاب السياسيه ينظروا لهالموضوع مش من باب الشكل سبولا ولا من باب الطرف السياسي ولا مسألة صورية. أنا إذا اليوم مؤمن ومقتنع بالكوتا لأنه هيدي المرأة اللي عندها قدرات وإمكانيات وإنجازات وبوتنشال هيوج ضخم كتير، هي قيمة مضافة، هي حاجة، هي ضرورة بالمؤسسات الدستورية. يعني أنا بحاجة لهذه القدرات لحتى أعمل نقلة نوعية بأداء هذه المؤسسات الدستورية. نحن ما عم نحكي شيء شكلي يعني انه المرأة تروح بس انه شكل، لا، بدنا المرأة موجودة بفعالية. اللي عم بيقول لك منا مؤهلة، هي مؤهلة، والبرهان على ذلك انه هي حققت نفسها اليوم بالمحاماة بالقضاء، اهم قضاة اليوم نساء، بالطب،
بالطب بعالم المعلوماتيه. خليني اقول انه بالزمانات يعني كانت المراه لان ممنوع تعمل طب، بعض النساء تنكروا تفاتوا الى كليه الطب. صحيح، بس اليوم من قرنين ممكن يعني من بس اليوم ليه؟ انه خلينا نعطي لهالمراه تشانس، المجال انه هي تنوجد داخل المجلس، ولكن عليها تحدي كبير. مثل ما انا هلا مستلم وزاره لشؤون المراه، علي تحدي كبير، والناس كلها اللي المعنيين بهذا الموضوع انظروا بيقول عم بيطلعوا في كمان المراه اللي تفوت على المجلس النيابي من ضمن كوتا بدها تفرض نفسها. أيه. بيكون لها كلمتها بالتشريع، لها كلمتها بالمساءله، بالمحاسبه، تصويب الاداء، بطرح مشاريع قوانين جديده، اقتراحات قوانين مستقبل جديده. مستقبل انتخاب نساء بيوقع على هؤلاء اللي بدهم يجوا بالكوتا. طبعا طبعا، بس عم بتقول لي كانه 100% كانك حاسم انه حيكون في كوتا. حضرتك ما في مجال، بده يكون في كوتا. ولا ما بتعتقد في اطراف سياسيه ممكن تنكس بوعدها؟ ما بعرف، ما بدي انا هلا اعمل نوع من الاستيميشن، بس نحن كفريق سياسي بتيار مستقبل لن نوقع على اي قانون لا يلحظ الكوتا النسائيه بالمقاعد كان ايا كان. بصراحه في حماسه من التيار الوطني الحر للكوتا برايك؟ لانك عم بتشوف كل الاطراف. انا بقدر اقول لك الناس اللي حكيوا في حماسه لدى دوله الرئيس نبيه بري 100%، والرئيس الحريري بهذا الموضوع في حماسه، باقي الاطراف بدنا نناقش نحن وياهم، نحن على تواصل نحن وياهم، وايضا بتمنى انه يشاركونا بهذا العمل. برجع بقول لك لانه في مصلحه للبنان بذلك، في مصلحه للمؤسسات الدستوريه، في مصلحه، مش انه هي مساله هيك شكل، ولا انا لانه بدي انعم على مجلس النواب نجيبنا 2 3 4، اتس نوت ذا كيس. وبرجع بقول نقطه مهمه ذكرتيها حضرتي، المرأة اللي بدها تيجي بهالحالة بدها بالفعل تكون قد حالها وتظهر للناس انه هذا الخيار وهذا القانون كان ضرورة، مش من هلا، كان ضرورة يمكن من 20 30 سنة. على كل حال بعد كل هذا المخاض خلينا نقول دائما بيطلع اشخاص بيثبتوا انه هن قادرين. النساء اللي عم بتشوفهم حضرتك بعتقد طبعا عطوك هذا الانطباق، عطوك هذه الثقه انه والله المرأة اليوم قادرة. معك حق، اليوم فتحنا مجال اوقات. اليوم كان في تكريم 20 مديرة عام في لبنان، صار عندنا من اصل 60 20 مديرة. بس في سابقات كمان. نعم، في سابقات، في بيناتهم كانوا لا وحدة بس سابقة، والباقيين كلهم سيدة نعمت. ايه نعمت هي الوحيدة السابقة، لانه هي اول مديرة عام. نعمت كنعان اول نعمت مديرة كنعان. عام بس العشرين الباقيين كانوا موجودين بالفعل، وجوه نيرة وفرضوا حالهم، وفي إحداهن يعني كمان أخذت مواقف مؤخرا مع وزير، لأنه هي كانت مقتنعة أنه هي هذا العمل اللي عم تقوم فيه صائب. وبالتالي هيك بدنا نحن نساء يعطوا إنتاجية productivity بالمكان اللي موجودين فيها لجيجي نقول والله كانت هذه الخيارات صحيحة وكانت بمحلها. أوكي، بدي أسمع رأيك ست لما بمسألة أنه المرأة لا تدعم المرأة، أم برأيك هي تدعم المرأة اللي كانت حكت عنها ست منى، واللي هو خليني أقول يعني جدل موجود وقديم، وكل مرة بيطالبوا النساء بنرد عليهم أنه خلي المرأة أول شيء تدعمكم، تقتنع فيكم، تصدقكم، وبعدين جيبوا ادعوا الرجل الى ذلك. يعني كمان بتجربتك شو رايك بهالموضوع؟ انا بفتكر وصلنا لوقت هلا انه هالقد صار في مثل ما عم بتفضل يقول معالي الوزير، هالقد في صار سيدات عم بيقوموا بنشاط وباعمال جدا مهمه، انه صار الشعب ان كان نساء او رجالا مثل ما هلا معالي الوزير عم بيتفضل وعم بيحكي عن قد اهميه هالستات اللي هن مدراء عامات، اوكي؟ فنحن كشعب ان كان سيدات او رجال، وبالاخص السيدات اللي نحن عم نحارب لنوصل هالسيده لهالمركز هيدا، انه نحن نسعى ونشجع ونتضامن مع وجود سيدات. يعني حتى سياسيا، يعني انا بفتكر اذا سياسيا الستات كلها تضامنت مع بعضها وقالت نحن ما بننزل نصوت. ما بننزل نصوت. هو اللي بين انه هيدي المسائل اللي منقولها نظريا لا يمكن تنفيذها ولا محل بالعالم، يعني ما في سابقه ولا مطرح بالعالم صار في تمثيل حقيقي وازن للمراه الا عبر اسلوب اسمه الحصه المسبقه اللي هي الكوتا. يعني كل السوابق هي تقريبا بنفس الاتجاه، بس اللي يعني عم نجرب المجرب صرنا. بس اللي انعمل حتى هلا انه هيدا عم بيشكل، يعني ما بتعرفي قد ايه مبسوطين انه في وزارة شؤون للمرأة لو ما في كتير عدد كبيرة من السيدات كوزراء، ما بتعرفي قد ايه مبسوطين بالوزيرة اللي عينها الرئيس بري. الستات عم بيحكوا انه قد ايه يعني في
في حالة شعبية عم تحكي بهالأشخاص وعم تحكي بهالخطوة اللي انعملت وعم بتنال يعني صيت تشجيع وشكر وتقدير لهيك خطوات. خلى في وعي أكبر على كل حال طبعا يعني يمكن أيام زمان المرأة كانت بعدها متخوفة متحضرة ما عندها ثقة، بس هلأ وين تطورت الدنيا، وين كنا وين صرنا. موعد مع السرايا شو كانت الحصة النسائية فيه؟ الحصة النسائية يمكن نحن كنا ستات عم ننظم موعد في السراي، واستضفنا كمان كذا مرة الست الرئيسة ست منى. موعد في السراي كان للكل، كان لكل إنسان لبناني بأي نشاط، ممكن مواضيع عدة كنا نختارها ونترجمها على الأرض طريقة مختلفة، بشكل أنه نسمح لكل العالم من الجنوب للشمال كل مرة انه يزوروا السراي. كنا كل مرة نختار موضوع، موضوع اجتماعي، موضوع صحي، موضوع بيئي، من كل المواضيع اللي نحنا بالمجتمع نحكي. وحتى اجوا الشباب واجوا الصبايا واجوا الولاد من كل اطياف لبنان لا يشاركوا بهالموعد. كانت تجربة على كل حال كتير حلوة، يعني انا بقول من احلى التجارب اللي مرقت علي. ريتا شقير، خلينا نقول انه هيدا الاسم صار معروف لدى كثير من الناس. بدي اتوقف مع فاصل، بعدين انا حابه تنضم لكم لانه بعرف انه بتقدروا تساعدوها. للاسف القضيه اللي ما بتصير قضيه راي عام بلبنان، المراه الضعيفه المهمشه، الرجل الضعيف المهمش بيتاكل حقه وبيكتر معالي الوزير. فهي لما عرفت انه انت موجود معنا قالت لي ما لي غيره اليوم انه يساعدني ب قضيتي اللي هي محكومة تشوف ثلاث ساعات ابنها اللي عمره 4 سنوات فقط بحكم المحكمة. رح نشوف ريتا مع وثائق، رح تشرح وضعها، رح تشرح قضيتها، وأنا عندي تمني وما عندي شك أبدا بكرمكم أنه تتمنوا قضيتها، لأنه بالنهاية نحن ثلاثة أمات وحضرتك أب وأيضا حنون، خلينا نقول صرت حنون أكثر هلأ كمان مع النساء. فاصل مشاهدينا ونعود لهذه الحلقة. Thank you.